الناس. بتعميق الأبحاث أمكن إيقاف 4 مشتبه بهم، 4 اعترف أحدهم بتنقله يوم الجريمة مع الفاعل الأصلي، أي مع القاتل الأصلي، إلى محيط العمارة أين تم ترقب خروج الأستاذ منها واغتياله بطلقات نارية. بعد أسبوعين من حادثة اغتيال شكر بلعيد، شهدت تونس تجاذبات سياسية كبيرة كانت لها دعايات أمنية خطيرة كادت تهدد السلم الأهلي، وكان من الممكن الدفع بالبلاد إلى مسارات مجهولة. القاضي المكلف بالتحقيق في ملابسات جريمة اغتيال شكر بلعيد وفرقة مقاومة الإجرام عملوا طوال الأيام الماضية على تحديد مسارات القضية وتجميع عدد هام من القرائن والأدلة للوصول إلى الجنات. الموقوفين 4 فينتسبون بدورهم مثل هذا الفاعل الأصلي إلى تيار ديني متشدد، وتتراوح أعمارهم بين 26 و 34 سنة. رغم تأكيد وزير الداخلية علي العريض على أن الموقفين 4 في جريمة اغتيال شكر بلعيد انتمائهم إلى تيار ديني متشدد، لم يتضح بعد انتسابهم إلى تيار ديني منظم. التحقيقات الجارية في مسار القضية مع المشتبهين بهم لم تشر إلى أي جهة أجنبية لها علاقة بجريمة اغتيال شكر بلعيد. لا يوجد لدينا أي دليل أو مؤشر في الطور اللي بلغته التحقيقات على وجود طرف أجنبي في هذه القضية. المنفذ المباشر لجريمة اغتيال شكر بلعيد لا يزال هرباً، والجهة التي أذنته بالتنفيذ لا تزال غامضة، وأجهزة العدالة والأمن ما تزال تسعى إلى ملاحقتهم. بعد إيقاف المشتبه بهم في قضية شكر بلعيد، فصل أول من خيوط الجريمة بدأ ينكشف، وفصول أخرى ستتضح عند استكمال مسار التحقيق القضائي في قادم الأيام. من موقع جريمة اغتيال شكر بلعيد، محدثكم مراد لبير، قناة المتوسط، تونس.